بيجي لنا حضرتك من اسوان لاسكندريه لاعبين بيشتركوا في الدورات دي؟ في الدورات ديت، يعني من اسكندريه لاسوان لاعبين بتحضر للمشاركه. سعيد جدا 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 بده، يعني دكتور مثلا جاي من المنيا، بنت حصلوا على ثامن العالم، يعني كانت يعني جوي روماني كانت موجوده معانا، سلمى احمد بطله سيدات، يعني بيجي لنا لاعبين مقيمين ولاعبين حاصلين على ذهبيات افريقيا. يعني احنا عملنا بطوله، يعني دعني بس اشكر معالي المحافظ على البطوله دي، اللي احنا لعبنا الشطرنج في جو يعني كان خرافي، جو اوروبي. ده احسن يوم عشناه، ده كان على طريق مرشحه مش كده؟ كان يوم 7 اكتوبر العيد القومي لمحافظة الغربية. تمام. ومجرد يعني تعمدتوا تختاروا التوقيت ده عشان مناسبة خاصة حضرتك ومحافظ يعني الإنسان طارق، الوزير طارق رحمي، مجرد طلبنا منه احنا عاوزين نعمل، وحطها ضمن برنامج العيد القومي لمحافظة الغربية. لعبنا اليوم ده كان في جو جميل جدا. من الساعة كام لكام يا فندم؟ لعبنا من حوالي مثلا الساعة حوالي 12 لحد حوالي الساعة 6 أو 7 تقريبا. يعني أنا شايف في أعمار مختلفة، في سن كبير سن صغير. ما هي اللعبة يعني حرصتوا إن أنكم تاخدوا كافة المراحل العمرية؟ هي اللعبة مفتوحة، إحنا البطولة المفتوحة من أول، يعني هو طبعا اللي بيلعب حوالي 4 5 سنوات، يعني من أول 4 5 سنوات، لو حتى عندنا مش أقل من السن ده. طب الناس دي مسجلة عندكم في الاتحاد في المنطقة ولا مش شرط؟ عشان يشترك لازم يرسل إلينا يعني بطاقة تعارف، إذا كان ليه رقم يعني اي دي دولي، أو يبعت لنا لو كان لسه ملوش تقييم، يبعت صورة البطاقة أو صورة شهادة الميلاد.